حضراتكم نتكلم شوية على الخطوات اللي بتتم لإنهاء الأزمة في ليبيا. النهاردة انطلقت أعمال اجتماع لجنتين الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في تونس تحت إشراف الأمم المتحدة. ليه؟ لإدخال تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الليبي المعروف باسم اتفاق الصخيرات. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا سيد غسان سلامة إلى أنه على جميع دول العالم سواء المجاورة لليبيا أو البعيدة أنها تدعم القرار اللي هيتوصل إليه المشاركون في اجتماع النهاردة بشأن التعديل التوافقي، ودي الجملة الأهم، على اتفاق الصخيرات. وبيشير غسان سلامة إلى أن خطة العمل الأممية المطروحة جت انطلاقا من أطروحات وأمال الليبيين نفسهم على مختلف المستويات، اللي بيطالبوا بمصالحة وطنية شاملة منها يحصل ارتقاء بعيدا عن الخصوصيات العصبيات، ونخلق آلية تضمن قيام دولة فعالة، خصوصا وانه لا سيادة على الاطلاق دون وجود دولة بكامل مؤسساتها. مفيش استقلال بوجود دولة بكامل مؤسساتها تحمي هذا الاستقلال يا سادة. وبيأكد غسان سلامة أن خطة العمل الأممية المطروحة بتتضمن سلسلة من المحطات، كويس؟ في بعدها هيحصل الانتخابات العامة بمنتهى الحرية والنزاهة إن شاء الله، بحيث يقبل الجميع بنتائجها، ومؤتمر وطني يضم الجميع، واعتماد دستور للبلاد. وبيطالب كمان المشاركين في الاجتماع التشاور لأقصى الحدود مع الكل، وإشراك الكل في المقترحات الخاصة بتعديل الاتفاق، عشان يبقى ده معبر عن أكبر شريحة ممكنة من الليبيين. بيكمل غسان سلامة ويعرب عن مسألة ارتياحه لمرونة وجدها من لو صح تعبير الفرقاء حول اقتراحه بتعديل اتفاق الصخيرات، وتأكدهم بأنها الخطوة الأولى. وبيأكد غسان سلامة كمان أن الاتفاق السياسي الليبي بعد الانتهاء من تعديله ومن صياغته وتوافق اللجنتين الممثلتين لمجلس النواب والأعلى للدولة هيحال لمجلس النواب مرة تانية للتصويت عليه. وبيقول غسان سلامة نصا: أنا على يقين أن الاتفاق السياسي هيعتمد، لسيما أنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعد عندما التقيته في القبة بإعطاء الأولوية للتصويت على الاتفاق السياسي. وبيعرب رئيس البعثة الأممية عن أمله بأنه تنتهي اللجنتين من صياغة تعديلات الاتفاق السياسي خلال أسابيع عشان ما نطولش، ويصوت عليها مجلس النواب إن شاء الله قبل نهاية شهر نوفمبر، شهر 11 القادم بإذن الله. بالمناسبة في مؤتمر صحفي حضراتكم بتتابعوا جانب منه موجود قدامنا على الشاشة من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء أسبانيا، وده مباشرة من واشنطن.